السلام عليكم ورحمة الله. في مشكلة عندي في الصوت، ينقطع ويرجع مرة أخرى، فيضطرني إني أخرج من البرنامج يغلق وأرجع له مرة أخرى، فالمعذرة منكم. طيب، بالنسبة الآن الصوت واضح والعرض واضح عشان نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن احنا ما نتوقف إن شاء الله بسبب الإشكالات التقنية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كنا توقفنا عند استراتيجيات التعلم الذاتي في المحاضرة الماضية، وفي صفحة 68 لو الكتاب معكم نشاط 27، كان في نشاط بيقول بالبحث في الانترنت اجمع معلومات تكشف عن ما هي هذه الأساليب وسجلها في الإطارات الخالية أمام كل منها. أعطاك التعليم المبرمج كوسيلة للتعلم الذاتي والحقائب التعليمية والتلفزيون التعليمي والإذاعة التعليمية والتعلم بالمراسلة مجموعة من أساليب التعلم الذاتي، وطلب منك أنك تدخل على الإنترنت ومن خلال بحثك في الإنترنت تطلع المعلومات المتعلقة بهذه الأساليب. هذه الأساليب موجود شرح لها وتعريف بها في نهاية الكتاب تحت عنوان ملحقات الكتاب. ملحقات الكتاب وهي مادة إثرائية، مادة إثرائية ليس الطالب ملزما بها، ولكنها تفيده وتثريه وتعطيه إلماحة وشيئا من المعلومات حول هذه الأساليب المتعلقة بالتعلم الذاتي. لكن مثلا قد يأتيك مثلا سؤال في الاختبار، صح ولا خطأ؟ التعليم المبرمج أحد أساليب التعلم الذاتي. الجواب نعم صحيح. طيب، وقد يأتيك التعليم المبرمج، الحقائب التعليمية، التلفزيون التعليمي، الإذاعة التعليمية، أربعة كذا أمثلة على أساليب التعلم الذاتي. إذا كل الخيارات صح، يعني كل ما ذكر، جميع ما ذكر، فننتبه. أما من ناحية شرحها وتأخذ تصور عنها فهي موجودة في ملحقات الكتاب، موجودة في ملحقات الكتاب. هناك تطبيقات على الإنترنت، تطبيقات الإنترنت وهي لها دور كبير في تنمية التعلم الذاتي. اليوم الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت، شبكة المعلومات، الحقيقة قربت أشياء كثيرة جدا 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 من المعلومات والأفكار والصور والأماكن والأعمال، وسهلت عملية التعلم وقربت أشياء كثيرة، والتواصل من خلال المواقع العلمية، من خلال قواعد البيانات، من خلال الويب، البريد الإلكتروني، مواقع الشبكات الاجتماعية، تويتر، الفيسبوك وغيرها. كل هذه الوسائل قربت وسهلت إمكانية الوصول إلى المعلومة. اليوم عملية الوصول للمعلومة لم يعد أمرا صعبا، عملية الوصول للمعلومة لم يعد أمرا صعبا، إنما العبرة الآن بمجموعة أسئلة ضرورية ومهمة تتعلق بالمعلومات. سأضرب لكم مثال ونتناقش من خلال هذا المثال كتلخيص لهذه الأوراق المتعلقة بتطبيقات الإنترنت. لو كان عندي موضوع معين مثلا، فلنقل الاحتباس الحراري، موضوع، ما هي الأسئلة التي يمكن أن أسألها حول هذا الموضوع، أو الأسئلة التي ترد في ذهني حول هذا الموضوع؟ تفضل يا شباب. أسباب الاحتباس الحراري. طيب، قبله كيف يحدث الاحتباس الحراري؟ ما هي أسبابه؟ ما هو الاحتباس الحراري أصلا؟ ما هي آثار الاحتباس الحراري ونتائجه؟ وكيفية الوقاية أو التعامل مع الاحتباس الحراري؟ إذن أول شيء، السؤال الأول حيكون ما هو الاحتباس الحراري؟ السؤال الثاني ما هي أسبابه؟ السؤال الثالث ما هي آثاره ونتائجه؟ السؤال الرابع كيفية التعامل معه أو
مقاومته أو التعامل معه. طيب هذه أربعة أسئلة جوهرية. إذا الخطوة الأولى هي أنك تحدد المعلومات التي تريدها، تحدد المعلومات بالضبط، وهذا الكلام مشار إليه صفحة 70 فقرة ألف، مكتوب أن يكون قادرا على تحديد ماذا يريد من معلومات. إذا الخطوة الأولى إيش هي يا شباب في التعامل مع هذه التقنيات الحديثة وتحقيق الوعي المعلوماتي؟ أول نقطة إيش هي؟ تحديد المعلومات التي أريدها، ماذا أريد من معلومات، هذه الخطوة الأولى. طيب إيش السؤال الثاني اللي ممكن ينبني؟ حددت ما هي المعلومات التي أريدها، إيش السؤال الثاني الذي ينقرح في الذهن؟ ها شباب، أحسن تركي، مصادر هذه المعلومات، أين سأجد هذه المعلومات؟ جميل جدا. إذن الخطوة الثانية أن يكون لدى الإنسان وعي ومعرفة بالمصادر التي يحصل فيها على المعلومات التي تم تحديدها في الخطوة الأولى. إذن معرفة مصادر المعلومات. طيب لو سألنا سؤال، إيش ممكن تكون من مصادر المعلومات؟ إيش مصادر المعلومات اللي ممكن تتوافر بين يدي؟ الشبكة العنكبوتية، الكتب، مكتبات، مصادر البحث الإلكتروني، الإنترنت، طيب قواعد المعلومات، قواعد البيانات، الخبراء يعتبروا مصدر من مصادر المعلومات، الكشاف، القواميس، الموسوعات، كل هذه تعتبر مصادر للمعلومات، كل هذه تعتبر مصادر للمعلومات. جميل جدا. إذا أنا عرفت أولا ماذا أريد من معلومات، والخطوة الثانية عرفت مصادر المعلومات التي أريدها من فين أحصل عليها. الخطوة الثالثة والأمر الثالث المعرفة بأدوات الحصول على المعلومات من هذه المصادر. أنت مثلا عرفت أنه من مصادر المعلومات المجلات العلمية الموجودة ضمن قاعدة بيانات أو قاعدة معلومات في الشبكة العنكبوتية، فأنت لابد أن يكون عندك معرفة كيف تبحث. مثلا واحد يدخل على أحد المواقع المهتمة بهذه المعلومات، سيكتب الاحتباس الحراري كعنوان، ستخرج له قائمة طويلة كتب، مجلات، ممكن يبحث في الصور، ممكن يبحث مقاطع فيديو، كل هذا كبرامج علمية، أبحاث، مؤتمرات، مواقع علمية، ستخرج له معلومات حول هذا الموضوع. إذن أنا حددت المعلومات التي أريدها، ثم حددنا المصادر التي نبحث فيها عن هذه المعلومات، ثم لدينا الأدوات والمعرفة باستخدام الأدوات التي تمكننا من استثمار هذه المصادر واستخراج المعلومات منها والوصول إلى المعلومات. طيب وصل لهذه المعلومات، لابد أن يتحقق من مصداقية هذه المعلومات ومن وثوقيتها، أنها موثوقة. يقيم هذه المعلومات من خلال المؤلف، من خلال إذا كانوا المؤلفين مثلا باحثين أو أساتذة أو متخصصين أو جهات علمية أو بحثية، هذا حقيقة يزيد من درجة الثقة في هذه المعلومات.
وليس كل من كتم معلومة تعتبر هذه المعلومة صحيحة أو موثوقة. إذن المعرفة على صاحب المسؤولية الفكرية لهذا العمل، لهذه المعلومات، قد تكون جهة وقد يكون شخص. كلما كان هذا الشخص معروف، هذه الجهة معروفة لها وزنها العلمي، كلما كان الوثوق بهذه المعلومات أكبر. كذلك موثوقية دقة المعلومات، هل مصدرها شخص أو مؤسسة؟ وإذا كانت مؤسسة، هل هذه المؤسسة تجارية قم، أم هذه المؤسسة تعليمية إديو، أم هذه المؤسسة حكومية قف government اختصار، وذيك اختصار education أو غيرها. هذه المعلومات هل الهدف منها دعائي أو تعليمي أو إخباري؟ هل هذه المعلومات تم مراجعتها؟ هل اعتمدت على مصادر أو رؤية شخصية؟ إذن هذا يحدد موثوقية ودقة المعلومات، هل هذه المعلومات بناء على تجربة، بناء على أبحاث، أم هو رؤية شخصية؟ إذن للوثوقية من المعلومات المؤلف وجهة التبع الفكرية، رقم 2 دقة هذه المعلومات والجهة المنسوبة إليها. ثالثا موضوعية المحتوى، هل هذا المحتوى وعرضه منطقي ومنصف وموضوعي، يقدم كل الآراء، يستشهد بمصادر متنوعة، يذكر المصادر أم لا؟ نقص شيء من هذا يؤثر على موضوعية المحتوى. كذلك حداثة المعلومات، هل هذه المعلومة حديثة وتم تحديثها، وأم أنها يعني معلومات قديمة تغيرت، وهذه الأرقام تغيرت بسبب المستجدات والعامل الزمني. كذلك من المحددات أيضا فيما يتعلق بالمعلومة، الجمهور المستهدف بهذه المعلومات، هل الجمهور الموقع هذا يخاطب الأطفال أم يخاطب المتخصصين مثل مواقع الجامعات العلمية أو المراكز البحثية، أو يخاطب الطلبة؟ إذا لابد من يكون عندنا وعي أيضا بالجهة أو الجمهور المستهدف من هذه المعلومات. في نشاط صفحة 30، نشاط 30 صفحة 78، لو تأملنا في هذا النشاط معنا يا شباب، صفحة 78 هناك نشاط رقم 30، طيب نشاط 30 بيقول ابحث باستخدام محرك البحث جوجل عن مقال بصيغة وورد ديكومنت، يعني أبغى مثلا أي مقال يخطر في ذهنك معين يكون بصيغة الوورد، قيم درجة ثقتك بمحتوياته، كم تعطيه من 10؟ ثم لماذا أعطيته الدرجة 10؟ طبعا لماذا هتسترشد بالمعايير الخمسة اللي هو المؤلف، الثقة في هذه المعلومات ودقتها، هل هناك موضوعية في هذا المحتوى، هل المعلومات الموجودة حديثة أم قديمة، نوعية الجمهور الذي يخاطبه. إذن أنت بعد ما تدخل على موقع جوجل وتبحث عن هذا المقال أو هذا العنوان من خلال ملف الوورد، ستقيمه وتعطيه كم من 10 بناء على العناصر الخمسة التي قمت بتقييمه بناء عليها. نحن بهذه النقطة بهذا النشاط نكون قد انتهينا من الوحدة الثانية المتعلقة بالتعلم الذاتي، وبإمكاننا إذا لم يكن هناك سؤال أو استفسار الانتقال إلى الوحدة الثالثة. فإذا كان هناك استفسار أو سؤال حول هذا الموضوع فعلى الرحب والسعة. أيوة، عناصر التقييم هي أخي عبد العزيز التي ذكرناها قبل قليل وتحدثنا عنها، العناصر الخمسة موجودة بارك الله فيك في صفحة 76 و77. العنصر الأول المؤلف، ذكرنا أنك تتعرف على المؤلف أو الجهة التي قامت بالتأليف، دقة المعلومات وموثوقيتها، هذا العنصر الثاني.
العنصر الثالث موضوعية المحتوى، الرابع حداثة المعلومات، الخامس الجمهور المستهدف بهذه المقالة. واضح أخي عبد العزيز؟ بارك الله فيكم. طيب هل في سؤال قبل ما ننتقل إلى الوحدة الثالثة؟ طيب هذا سيبقى دورك أخي مسلط ودور أي شخص يستذكر أن يقوم بعملية التلخيص لهذه الأفكار، أن يبحث عن الكلمة المركزية أو العنوان المركزي في كل عنوان والعبارة المركزية تحت كل عنوان، يعني ما يحتاج الإنسان يحفظ بقدر أن يفهم ويستوعب ثم يقوم بتلخيص هذه الأمور بنفسه، ستسهل وتقرب عليه المعلومة. لو فتحنا الكتاب الوحدة الثالثة صفحة 82، صفحة 82 إيش العنوان اللي موجود أمامك؟ العنوان اللي أخذ خلفية سماوية، ملاحظين العنوان يا شباب؟ لا، قبل العنوان اللي في المستطيل، في المستطيل صفحة 82 اللي تحته مباشرة 1 2 3 4. أيوة، البنية التنظيمية. أحسنت. كل وحدة في هذا الكتاب قبل ما يبتدي في المقدمة موجود شيء، صفحة كاملة اسمها البنية التنظيمية للوحدة، بمعنى مما تحتوي هذه الوحدة أو مكونات هذه الوحدة. أي وحدة تتكون من أهداف نحتاج أن نحققها من خلالها، فيها مصطلحات أساسية، فيها أفكار رئيسية، وفيها أنشطة إثرائية. هذا المقصود بالبنية التنظيمية. طبعا هذا من باب التسهيل وإعطاء فكرة عامة عن الوحدة، وإلا ما يجي منها أي سؤال في الاختبار، يعني لن يسألك ما هي مكونات البيئة التنظيمية، لا، وإنما هذه أشبه بخريطة الطريق لك نحو الوحدة. المقدمة يعني من باب ضرب المثال للإخوة جميعا والأخ مسرط لأنه سأل عن التلخيص، يعني مثلا أخي مسرط لو نظرت إلى السطر الأول في المقدمة، السطر الأول يقول تستند فلسفة التعلم النشط إلى مفاهيم النظرية المعرفية والنظرية البنائية، هذه معلومة رئيسية، معلومة محكمة إن التعلم النشط يستند إلى مفاهيم النظرية المعرفية والنظرية البنائية، خلاص أنا ممكن أحط تحت هذه خط. السطر الثالث مكتوب الطفل وليكن المتعلم يكون نشطا في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة، بمعنى أنه التفكير ينمو من خلال التفاعل مع الخبرة، بمعنى الممارسة، العمل، الانشغال بالأنشطة والتدريبات، كل ما اشتغل الإنسان، كل ما اشتغل المتعلم أدى إلى ذلك نمو وبناء أنماط التفكير لديه. إذن هذه برضو فكرة مركزية وهي اللي تتعلق بالنظرية المعرفية والبنائية. إذن هنا من هذه الصفحة كاملة استطعت أن أخرج بسطرين رئيسيين مهمين، لا يعني إهمال الباقي، يقرأ يفهم، لكن هذه معلومات مركزية ومهمة. واضح أخي تركي أخي مسلط؟ طيب هل في سؤال قبل ما ننتقل إلى الأخرى؟ تمام الحمد لله. تعال وتأمل معي بارك الله فيك في صفحة 84، وهذا مختصرها أمامكم في شاشة العرض، تعريف التعلم النشط. إيش هو التعلم النشط؟ ما هو التعلم النشط؟ عرف التعلم النشط على أنه التعلم الذي يحقق نواتجه المستهدفة بفعالية
من خلال إيجابية المتعلم في ممارسة أنشطة متنوعة وثرية تحفز على التفكير وتتسم بالفاعلية والمتعة. طيب، في ثلاثة أركان رئيسية في هذا التعريف. أولها النواتج المستهدفة. تعلم النشط لابد أن يكون هناك نواتج مستهدفة نريد الوصول إليها. رقم اثنين، المتعلم إيجابي في التعلم النشط، ما هو سلبي، يتلقى فقط ويسمع، ما يشارك، ما يقوم بأنشطة، ما يتدرب. أيضا أنشطة إثرائية، موجود أنشطة ثرية ومحفزة على التفكير. هذا الأنشطة تتسم بالفاعلية والمتعة. فاعلية بمعنى تحقق الأهداف، ومتعة إن الطلبة يشعرون باستمتاع وهم يعملون مع بعضهم من خلال ورش العمل، حلقات النقاش. ثرية، معلومات ثرية أو أنشطة ثرية. طيب، إذن تعلم النشط يحقق نواتجه المستهدفة، أيضا هناك إيجابية المتعلم إيجابي ويمارس الأنشطة المتنوعة والثرية. هذه الأنشطة وهذه النشاطات التي يؤديها تحفز على التفكير، تخليه يفكر، وأيضا تتسم بالفاعلية، تحقق الأهداف والمتعة، يشعر الطلبة بالاستمتاع أثناء عملية ممارسة هذه الأنشطة. طيب، هل في سؤال أو استفسار حول هذا التعريف وأركانه؟ طيب، لو جاء واحد وعرف التعلم النشط تعريف غير هذا النص ولكن يحمل هذه الأركان الرئيسية، هل نقول التعريف صحيح أم خاطئ؟ التعريف صحيح، لأنها ليست وحي، ليست نصا مقدسا بحيث أنه لا يمكن تغييره. لا، أن لو عبر عنه الإنسان بلغته الخاصة ولكنه جمع هذه الأركان الرئيسية في التعريف، يكون التعريف صحيحا تماما. إذا لاحظوا صفحة 84، كل اللي فيها، شوف صفحة كاملة، ستجد أن خرج بسطر ونصف وهو التعريف المركز. طيب، بقية هذه رسومات أشكال تقريبية توضيحية. شباب، تتفقون على هذا ولا ما تتفقون؟ هل هذا بالنسبة لكم واضح وجلي من خلال هذه الصفحات؟ لأن البعض قد يستكثر، يقول لك والله الصفحات كثيرة، لكن لو ركز لوجد أن غالبيتها الصفحة سيجد أنها مليئة بالرسومات، الخرائط، الصور التوضيحية، الأنشطة التي تأخذ حيز، وبالتالي سيجد أن المعلومات المركزة ليست بالكبيرة وإنما معلومات ميسورة وقريبة. يعني في مثل هذه الصفحة، صفحة 84، سنجد عندي فوق شكل توضيحي لعناصر التعلم النشط، وتحت في صورة، وبينهما نشاط 30 اللي بيدفعنا لتحليل المفهوم السابق إلى عناصر الرئيسية. سنجد حقيقة أن الصفحة كلها هي عبارة عن سطر ونصف. مظبوط ولا مو مظبوط؟ طيب، ممتاز، الله يفتح عليك. أين تكمن أهمية التعلم النشط؟ أين تكمن أهمية التعلم النشط؟ يعني التعلم اللي يكون فيه ورش عمل، حلقات نقاش، مجموعات تشتغل مع بعض، يتعطى أنشطة وتدريبات وهي تشتغل عليها حتى تخرج الحل وتخرج بالأفكار. هذا النوعية من التعلم يساهم في زيادة التفاعل بين المتعلمين داخل القاعة. يعني المتعلمين لما يشتركوا مع بعضهم البعض يزيد بينهم التفاعل من خلال التعلم النشط. أيضا نسبة استبقاء المعرفة عند المتعلمين يبقى أطول فترة ممكنة، تزيد نسبة استبقاء هذه المعلومات في الذهن. كذلك تنمية الاتجاهات الإيجابية للمتعلمين نحو المادة التعليمية ونحو أنفسهم وزملائهم ومعلمهم. اتجاهات الإيجابية يعني نظرته وتصوره للأشياء، تصوروا للمادة أنها مادة جميلة ولذيذة ومفيدة وممتعة. نحو أنفسهم تصور والله أني أنا أستطيع أنني أستنتج وأحلل وأفكر وأخرج بفوائد كثيرة وأشارك في عملية التعلم.
اتجاه إيجابي نحو زملائه من خلال تفاعله معهم مع معلميه الذين يقدمون له التوجيه والإرشاد، ولا يتدخلون في عملية الأنشطة بشكل مباشر وإنما التوجيه والتحفيز. كذلك أن تحصيل الطلبة نسبته تزيد بهذه النوعية من التعلم، التعلم النشط يزيد من نسبة تحصيل المتعلمين. كذلك هذا النوع من التعليم ينمي مهارات التفكير العليا، ينمي مهارات التفكير العليا المختلفة. طبعا مهارات التفكير العليا زي التقييم، التركيب، التحليل، الاستنتاج، كلها مهارات تفكير عليا، ولا يكون المتعلم مركز على موضوع المعرفة أو موضوع الفهم فقط أو الحفظ فقط. هذه أبرز يعني المبادئ التي يرتكز عليها التعلم النشط ويستمد منها أهميته. طيب، هل من سؤال حول هذه الجوانب التي تشير إلى أهمية التعلم النشط يا شباب؟ هل من سؤال أو استفسار أو استشكال أم نستمر؟ الحمد لله. طيب، أريد تفريق بين الفاعلية والجاذبية. إيش الفاعلية وإيش الجاذبية؟ ماذا نقصد بالفاعلية؟ ها شباب، طيب عشان أقرب لك يا عبد العزيز، لو في عندك عمل تريد أن تقوم به، مثلا تريد أن تذهب إلى مكة، يمكن أن تذهب مشي، هذه وسيلة، يمكن تذهب على دراجة، يمكن تذهب على دباب، ممكن تذهب على سيارة، ممكن على، طبعا إن شاء الله إذا جاء القطار، على قطار. طيب، أي هذه الوسائل سيكون أكثر فاعلية، بمعنى يحقق المطلوب بأقل جهد وأقل تكلفة؟ الذهاب بالسيارة من جدة مثلا إلى مكة. إذن الفاعلية المقصود بها أنه يحقق الهدف بجودة عالية وتكلفة أقل، يعني تكلفة أقل، المجهود أقل، يعني أداة فعالة مؤثرة تحقق الهدف، هذا المقصود بالفاعلية. طيب الجاذبية شو المقصود بها؟ بس لا يطلع لي واحد يقول الجاذبية الأرضية، هذه مشكلة. هاي الشباب، ايش المقصود بالجاذبية؟ الميول النفسي، الانتباه. طيب جميل، استثير الدافعي، ممتاز جميل. إذن هو يجذب، هذا النوع من التعليم يجذبك إليه، بمعنى أنك تميل إليه، تحبه، تستمتع به. طيب الحمد لله. إذن التعلم النشط يحقق هذه الركنين الأساسيين، الفاعلية والجاذبية، الفاعلية والجاذبية. طيب، هناك بعض المؤشرات التي قبل الهرم في صفحة 86 يا شباب، صفحة 86 هناك بعض المؤشرات التي تدل على فاعلية تعلم المتعلمين. واحد، إنه النشاطات بتركز على أهداف واضحة وجديرة بالتعلم. جديرة بالتعلم يعني تستحق التعلم، إذا أهداف واضحة وتستحق أن يتعلم، هذا معنى أنه فعال بالفعل. أيضا الطلبة أو المتعلمين يفهمون إيش الهدف من هذا العمل الذي يقومون به وإيش التبرير له، بمعنى هم ما يقومون بالأعمال بدون ما يعرفون إيش السبب أو ليش هم بيسووا زي كذا، لا، عندهم معرفة بهذا. المتعلمون يقدمون نماذج وأمثلة تدل بالفعل على أنهم تعلموا واستوعبوا الدرس.
هناك محاولات، هناك مجازفة في التعلم، ما في خوف من الخطأ، ما في خوف من العقاب، يتعلمون من أخطائهم، هذه كلها مؤشرات. الأنشطة والخبرات التعلمية هي تربطهم ببيئتهم الحياتية، يعني تربطهم بواقع حياتهم، ليست خارج، يعني ليس لها ثمرة وإنما مرتبطة بحياتهم. هم في نفس الوقت يمارسون التقييم الذاتي لأنفسهم، بمعنى هل الحل صحيح؟ هل الجواب صحيح؟ أين يكمن الخطأ؟ هم يقومون بتقييم أنفسهم. في نفس الوقت في مؤشرات تدل على استمتاع المتعلمين بما تعلموا، الجاذبية. يعني الأول كان يركز على الفاعلية اللي قلناها قبل شوي، الثاني بيركز على الجاذبية. من الأشياء الجذابة في الموضوع أنه في ممارسات عملية، أيضا الأنشطة اللي فيها نوع من الغموض والمشكلات، وبالتالي هم يسعون إلى اكتشاف هذه المشكلات وحلها وتبيين هذا الغموض. هذه الأنشطة فيها تنوع، والنفس تحب التنوع، ويعني قد تمل من اللون الواحد. يوازنون بين التعاون والتنافس، التعاون بين أفراد المجموعة الواحدة والتنافس بين المجموعات، بين الذات وبين الآخرين. في عندهم تحديات حقيقية وذات معنى، وبالتالي هم ينافسون ويتسابقون ويتحدون أنفسهم ويتحدون المجموعات الأخرى فيما بينها من أجل الوصول إلى الناتج وإلى الحل. كذلك هم يستخدمون يعني طرق تفاعلية تستثير التفكير، مثل دراسة الحالة، لما مثلا يدرسون حالة من خلال أن يقدم لهم حالة سلوكية يراد منهم أن يدرسونها، أين الخطأ في هذا التصرف، كيف يحلوا هذه المشكلة، كيف يتعاملوا معها، فيدرس هذه الحالة، أو إجراء تجربة أو تمثيل دور. كل هذه تدل على صور التفاعل، وهي تحمل نوع من الجاذبية. طيب، إذن المؤشرات الأولى الفاعلية، والمؤشرات الثانية الجاذبية. نشاط 31 يبغاك تخرج نقاط التقاطع بين المجموعتين، يعني في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية صفحة 86 وصفحة 87 موجودة مجموعة من المؤشرات، يبغى تطلع من هذه المؤشرات نقاط التقاطع، يعني إيش اللي موجود في هذه المجموعة وموجود في نفس في هذه المجموعة. ها شباب، المؤشرات الدالة على الفاعلية والمؤشرات الدالة على الجاذبية، هل بينهم نقاط تقاطع؟ موجود نقاط تقاطع، بس إيش هي نقاط التقاطع؟ مثل إيش يا شباب؟ إيش يعني تقاطع؟ تذكر يا أخي عبد العزيز لما درسنا في المرحلة المتوسطة كنا نأخذ المجموعة سين وعناصرها مثلا ألف باء جيم دال ونسميها هذه المجموعة سين، ونرسمها داخل يعني دائرة منحنية، مو دائرة، خط منحني مغلق، ونرسم في المجموعة الثانية صاد مثلا مثلث مربع دائرة معين ونسميها المجموعة صاد. تذكر هذا الشكل يا شيخ عبد العزيز؟ تذكر هذا الشكل؟ لا، ما هو تشابه. ايوه، اذا عندك مجموعه سين ومجموعه صاد. مثلا المجموعه سين فيها، مثلا المجموعه سين فيها 1 2 3 4 5 6، المجموعه صاد فيها 2 4 6 8. لو قلت لك التقاطع بين المجموعتين معناها العناصر الموجوده في المجموعه الاولى والعناصر الموجودة في المجموعة الثانية. كذا واضح يا شيخ عبد العزيز ما معنى كلمة تقاطع؟ يعني عناصر موجودة في المجموعة الأولى وموجودة في المجموعة الثانية. تمام، الله يفتح عليك. طيب، الآن من خلال المجموعتين الأولى، مؤشرات الفاعلية صفحة 86 ومؤشرات الجاذبية صفحة 87، إيش نقاط التقاطع؟ لو لاحظتم الرسمة صفحة 88 أوجد لك نقاط التقاطع. في تطبيق حقيقي على مشكلات حقيقية ذات معنى، هذا واحد. أيضا وجود فرص عملية لتطبيق الموضوع. ثلاثة، الحصول على تغذية راجعة أثناء العمل. تغذية راجعة أثناء العمل يعني
توجيه لنتيجة عملك، استجابة لنتيجتك عملك. يعني إذا كان صح بيقول لك صح أحسنت ممتاز، إذا كان خطأ يقول لك لا ترى في عندكم خطوة أخطأتم فيها لازم تراجع النتيجة غير صحيحة. جميل. إذن هذه الثلاثة الأشياء هي من نقاط التقاطع بين عناصر المتعة والجاذبية وعناصر الفاعلية. إذن صفحة 88 كاملتين، كاملة نشاط 31 نشاط 32 هي عبارة عن أنشطة. ولو انتقلت إلى صفحة 89 لوجدت أن نصفها عبارة أيضا عن نشاط إضافي آخر. طيب ننتقل إلى هذا الهرم، وهذا الهرم يسمى هرم التعلم، يسمى هرم التعلم. أعلى الهرم موجود الإلقاء، القراءة، المشاهدة والسماع، عروض الفيديو، كل هذه تحت دائرة التعلم غير النشط. مجموعات النقاش، الممارسة العملية، تعليم الآخرين ونقل الخبرة إليهم، هذا تحت التعلم النشط. النسبة التي أمامكم 5%، 10%، 20%، 30%، 50%، 75%، 99%، هذه تسمى معدلات بقاء أثر التعلم، يعني ما الذي بقي من أثر هذا التعلم. أجريت عدة من التجارب على هذا الموضوع وخرجوا بهذه النتيجة، خرجوا بهذه النتيجة أنه بعد تقريبا 90 يوم من هذا التعلم من هذا الأسلوب يبقى 5% من الإلقاء، 5% مما سمعته يبقى إذا كان الأسلوب إلقاء، 10% إذا كان قراءة، 20% إذا كان مشاهدة وسماع، 30% إذا كان عروض فيديو لأنه اشترك فيها السماع والمشاهدة والحركة. طيب لكن لاحظ لو كان الشيء اللي أنا تعلمته كان من خلال مجموعات النقاش، بعد هذه الفترة يبقى 50% من التعلم. طيب الممارسة لو كان ممارسة عملية، لو كان ممارسة عملية 75% من أثر التعلم يبقى. طيب لاحظوا بالله الأسلوب الأخير، تعليم الآخرين ونقل الخبرة، 90% يتبقى من أثر التعلم. معناها إذا أنت تعلمت واستخدمت أساليب التعلم المختلفة والمتنوعة ثم قمت بتعليم الآخرين ونقل الخبرة إليهم، تحتفظ ب90% من أثر هذا التعلم. لذلك لا يبخل الإنسان من تعليم الآخرين، لا تبخل على الآخرين وتعليمهم، فإن هذا تكون أنت تكسب منه أمرين، الأمر الأول أن الأجر من الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أنك استبقيت هذا التعلم واحتفظت به أطول فترة ممكنة، والأمر الثالث يعني تكسب الأصدقاء والزملاء والأحبة من خلال الإحسان إليهم من خلال تعليمهم. طيب هذا الهرم بالنسبة لكم واضح أو حوله استفسار أو استشكال أو أسئلة؟ طيب تركي جميل، أبشر أبشر طال عمرك. طيب إذن بما أنه المثلث هذا أو الهرم، هرم التعلم بالنسبة لنا واضح وسهل ويمكن قراءة الأفكار من خلاله، هذا سيدفعنا إلى التركيز على أساليب التعلم النشط، وهي مناقشة مجموعات النقاش والحوار، الممارسة العملية للأشياء التي نريد أن نتعلمها، تعليم الآخرين ونقل الخبرة، هذا سيساهم في بقاء أثر التعلم. طبعا في مقارنة بين التعلم بطريقة تقليدية والتعلم النشط، لاحظوا هذه المقارنة موجودة في صفحة 91
وصفحة 92، صفحة 91، صفحة 92. طيب لو سألتكم المقارنة الأولى بناء على إيش؟ المقارنة الأولى كانت بناء على إيش؟ الله يفتح عليك يا تركي، لا ما شاء الله عليك، مية مية. نواتج التعلم، هل هناك فرق بين نواتج التعلم، بين التعلم التقليدي والتعلم النشط؟ نعم هناك فرق. أي عبد العزيز، عبد العزيز في عندي 4 محاور أنا أريد أن أقارن فيها بين التعلم التقليدي والتعلم النشط، 4 محاور. المحور الأول هو نواتج التعلم واللون الأخضر مكتوب باللون الأخضر أو داخل مستطيل أخضر. المحور الثاني في دور المعلم. المحور الثالث في دور المتعلم. المحور الرابع في الفاعلية والجاذبية. يعني أنا أبغى أقارن بين هذين النوعين من التعليم من خلال هذه المحاور الأربعة، زي لما أقول لك أنا بقارن بين سيارتين من خلال اللون، الشركة المنتجة، السرعة، قوة الماكينة. هاي أتمنى يا عبد العزيز، أتمنى إن شاء الله الأمور واضحة إن شاء الله. أخي عبد العزيز جميل الحمد لله. طيب هيا بسألك يا عبد العزيز، ما دام تقول واضحة، على المحور الأول اللي هو نواتج التعلم، هل هناك فرق بين التعلم التقليدي والتعلم النشط؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ايه لا، سواء في الجدول او انت من خلال فهمك، هل في فرق بين التعلم التقليدي والتعلم النشط ولا ما في فرق؟ في فرق. طيب ممتاز. من ناحية نواتج التعلم، هل الفرق لصالح التعلم التقليدي ولا لصالح التعلم النشط؟ لصالح التعلم النشط، بمعنى انه حيكتسب مهارات حقيقية وايضا يوظف الفهم وليس الحفظ المعلومات. طيب جميل. طيب يا تركي، المحور الثاني محور دور المعلم. دور المعلم في التعلم التقليدي حيكون ايش؟ حيكون رئيسي، احسنت، ومصدر وملقن ومصدر رئيسي للمعرفة، جميل، وهو اللي يتحكم في الموقف التعليمي، رائع جدا. طيب بالنسبة للتعلم النشط حيكون دور المعلم ايش؟ حيكون دور المعلم، احسنت، موجه، مرشد، ميسر لعملية التعلم. اذا هذه فروق جوهرية بين النوعين التعلم. طيب خلينا نشوف الاخ مصلط معانا، دور من ناحية دور المتعلم. أخي مصلح تفضل حبيبي، إيش دور المتعلم في التعلم التقليدي؟ يتلقى، برافو عليك. طيب في التعلم النشط، يتفاعل ويشارك بإيجابية وينفذ أدوار تعلمية، ممتاز. خلونا كذا نشوف الأخ عبد الله. أخ عبد الله معانا، طيب يا أخ عبد الله، بالنسبة لمحور، هلا بغاليك والشر ما يجيك. طيب بالنسبة للمحور الرابع الفاعلية والجاذبية في التعلم التقليدي، هل هناك جاذبية، فاعلية؟ طيب إذا أنت بتقول لي في ضعف كبير بالفاعلية ليصل إلى درجة النوم، ها؟ طيب بالنسبة للتعلم النشط، هناك فاعلية واضحة وفي جاذبية، جميل ممتاز. إذا احنا الآن بهذه الطريقة استطعنا أن نجري مقارنة
بين التعلم التقليدي والتعلم النشط من خلال نواتج التعلم، دور المعلم، دور المتعلم، ومحور الفاعلية والجاذبية. طيب الآن حوزع مجموعة من الأدوار. الأخ مسلط حيركز على قبل بداية المحاضرة، قبل بداية المحاضرة. الأخ عبد الله حيركز على أثناء المحاضرة، والأخ تركي حيركز بعد انتهاء المحاضرة مباشرة، والأخ عبد العزيز حيكون بعد المحاضرة بفترة أطول. هذه أربع فترات: قبل المحاضرة، أثناء المحاضرة، بعد المحاضرة بفترة بسيطة، بعد المحاضرة بفترة أطول. ما هي الأنشطة التي أو الأعمال والممارسات التي يجب أن أقوم بها في كل محور من هذه المحاور؟ ستجدون هناك فراغ صفحة 94 لتنفيذ هذا النشاط. صفحة 94 لتنفيذ هذا النشاط. قبل بداية المحاضرة هناك مجموعة من الأنشطة يمكن والممارسات يمكن يعملها الإنسان. أثناء المحاضرة هناك مجموعة من الأنشطة. طيب قبل بداية المحاضرة عندنا الأخ مين مسلط؟ إيش ممكن الواحد يسوي قبل بداية المحاضرة؟ يلا ممكن نعاون الشباب عبد الله وتركي وعبد العزيز. إيش ممكن يسوي الواحد قبل المحاضرة؟ التهيؤ النفسي جميل، الحضور المبكر رائع، أيضا التحضير وأخذ فكرة عن الموضوع الذي يراد دراسته ممتاز. كل هذا كلام. الحضور المبكر جميل، إحضار الأدوات التي يحتاجها من كتبه، أوراقه، أقلامه التي يحتاجها في عملية التعلم والتهيؤ. طيب إذن هذه مجموعة من الأنشطة التي يقوم بها المتعلم قبل بداية المحاضرة. طيب أثناء المحاضرة إيش ممكن يسوي؟ شباب أثناء المحاضرة ماذا يفعل؟ أحسنت، التركيز، المشاركة، تفاعل، يكتب، يسأل، جميل جدا، يجاوب، ممتاز. طيب بعد انتهاء المحاضرة مباشرة إيش ممكن يسوي؟ يسأل إذا كان هناك أشياء لم يفهمها، يراجع، ممتاز، يلخص ويستذكر ما قام وتدوين الملاحظات المهمة، كلام رائع جدا، ممتاز. طيب بعد المحاضرة بفترة أطول إيش ممكن يسوي؟ يمارس الشيء اللي يتعلمه إذا كان قابل للتطبيق، تعليم الغير، أحسن أخي عبد العزيز، يراجعه، يقوم في كتابته في ملخص، يستذكره. طيب جميل جدا، هذا نشاط تطبيقي عملي لفكرة أنشطة التعلم النشط قبل وأثناء وبعد المحاضرة كمثال. إحنا بهذا التدريب وبهذا المثال نكون قد انتهينا من الوحدة الثالثة. وأكرر لكم إخواني وأحباب الكرام أنه لو تأملنا مثلا في هذه الوحدة الثالثة، لما نقول الوحدة الثالثة من أولها إلى آخرها، سنجد أنها تبتدئ من صفحة 81 إلى صفحة 96. طيب هذه كم صفحة؟ 15، مضبوط يا شباب؟ شباب معنا؟ أيوة، أحسنت أخي عبد العزيز. سنجد أن التمارين والأنشطة أخذت حيزا كبيرا من هذه الصفحات. أيضا الصورة التوضيحية والرسوم والخرائط هذه أخذت أيضا حيزا من هذه الصفحات، كذلك البنية التنظيمية للوحدة، وكذلك المراجع وعنوان النشاط التأملي، هذه أيضا أخذت حيزا من هذه الصفحة. فسنجد يا إخواني ويا أحباب الكرام أن الموضوع لا يعني ليس مزعجا، بل هو محبب ولطيف وجميل إلى النفس إذا قرأنا
قرأنا بفهم، ثم حددنا المعلومات الرئيسية المركزية التي سوف نتعلم كيف نستذكر من خلال الوحدة الرابعة مهارات الاستذكار، وقمنا بتلخيص هذه الأشياء، سنرى أن الموضوع سهل وجميل ولطيف بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا الآن الخامسة والثلث، ولا زال الحمد لله يعني عندنا بقية من وقت، فهل الطاقة والاستيعاب والنشاط والحيوية يعني يسمح لنا بالمضي قدما ولو لمقدمة بسيطة؟ طيب، لو قلنا نأخذ 10 دقائق فقط، يعني إذا 10 دقائق في هذه الحدود يعني، أو نزيد قليل بسيط يعني، من أجل أن نقرب بعض الأفكار بإذن الله سبحانه وتعالى. في آخر محاضرة إن أمد الله في العمر، أنا عارف إنه والله اليوم خميس، أبشر على خشمي وعلى رأسي، والله حتى أنا اليوم والله في الجامعة برضو عندي محاضرة من 9:30 إلى 11:30 والله في الجامعة، ويوم خميس أعرف هذا. طيب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت. أقول في آخر محاضرة إن شاء الله إن أمد الله في العمر سوف أعرض لكم نموذجا لأسئلة الاختبار، صح وخطأ، اختار الإجابة الصحيحة، مجموعة من الأسئلة لنقيس مدى استيعابنا وفهمنا للمادة المعروضة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، نعطي دقيقتين فقط كذا، نوع من التنشيط، دقيقتين 3 دقائق ممكن الإنسان يتحرك فيها شوية، يجدد نشاطه شوي، ثم نعود بعد 3 دقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. ألف شكر لكم. تبغوا 5 دقائق نخليها 5، ما هي مشكلة. تبغوا 5؟ طيب، الله مصلح، أنت مرة مستعجل يا حبيبي، ها شكلك موعود الليلة بخير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ما شاء الله، يعني عبد العزيز مولود، أهم شيء مصرط موجود ولا خلاص راح يتمشى. لسه ما جاء. وعليكم. حياك الله يا شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. حياكم الله يا شباب، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نعود مرة أخرى. بالنسبة للوحدة الرابعة التي هي عنوانها مهارات الاستذكار الفعال، نشير إن شاء الله كذا إشارة يثيرة إلى بعض الأفكار فيها، ثم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة واللقاء القادم بإذن الله عز وجل. في صفحة 98 لعلكم تلاحظون نفس الفكرة، عندنا البنية التنظيمية للوحدة الرابعة، بنية تنظيمية تشمل أهداف الوحدة الرابعة وتشمل مصطلحات أساسية في الوحدة الرابعة، وكذلك أفكار رئيسية ثم أنشطة إثرائية ونشاط تأملي. طبعا في المقدمة سنجد أن خلاصة المقدمة تشير إلى التعرف يعني على المهارات الكافية التي تمكن من التعامل مع الدراسة الأكاديمية، يعني بمعنى الخلاصة أنه ترى هذه الوحدة إحنا حنساعدك فيها في التعرف والتدريب على مهارات الدراسة الأكاديمية. هذا الكلام ستجده في المقدمة في السطر 7 والثامن، وفي هذه الوحدة سنحاول أن نعينك أخي الطالب، اترك هذه المقدمة، إلى التعرف على مهارات الدراسة الأكاديمية، تعرف على مهارات الدراسة الأكاديمية، وأيضا يعني طرائق استذكارك ومدى انسجامها مع نمط تعلمك ونوع ذكائك. إذا احنا من خلال مهارات الاستذكار الفعال احنا نبغى نعرف مهارات الدراسية أو المهارات الدراسية الأكاديمية. طيب، إذا هذه خلاصة المقدمة. في شيء عندي اسمه الخرائط الذهنية، الخرائط الذهنية، ولعلكم لو لاحظتوا في صفحة 100
سأل سؤال: كيف تستخدم الخرائط الذهنية في استذكارك؟ الآن هذه العبارة أو هذا السؤال يعني يخرج منه سؤالان مهمان. السؤال الأول: إيش هي الخريطة الذهنية؟ والسؤال الثاني: كيف أستخدم الخريطة الذهنية؟ كيف نفعل بالخريطة الذهنية؟ سنجد أن مفهوم الخريطة الذهنية، أن الذي يقصد بمفهوم الخريطة الذهنية هو أسلوب أو وسيلة يعني يستخدمها الدماغ لتنظيم الأفكار وصياغتها، وسيلة تستخدم لتنظيم الأفكار وصياغتها. معكم الكتاب بالشباب، صفحة 100، في السطر الأول سأجد أني ممكن أن ألخص التعريف في أنه وسيلة لتنظيم الأفكار وصياغتها. طيب، لو سألت صح أو خطأ، الخرائط الذهنية أسلوب لا يسمح بتدفق الأفكار، صح ولا خطأ؟ ها شباب، خطأ، جميل، بل يسمح بتدفق الأفكار. طيب، ثانيا، استخدام أسلوب الخرائط الذهنية يفتح الطريق واسعا أمام التفكير الإشعاعي، صح ولا خطأ؟ صح. طب لكن يجي سؤال مهم جدا: وش هو التفكير الإشعاعي؟ أمامك التعريف مباشرة، وهو انتشار الأفكار من المركز إلى كل الاتجاهات. ضع تحت هذه العبارة خط: انتشار الأفكار من المركز إلى كل الاتجاهات. يعني فكرة معينة مثلا تكون في المنتصف، ثم بعد ذلك تنطلق منها مجموعة من الأفكار بأسهم يمين ويسار وللأعلى وللأسفل حول هذه الفكرة. عمل العقل ليس فقط يتضمن استيعاب الأرقام والكلمات والأوامر والخطوط بس، لا، يشمل أيضا الألوان، الأبعاد، الرموز، الصور. هذه برضو من عمل الدماغ أو عمل العقل البشري. إذن العقل البشري لا يركز فقط على الأرقام والكلمات والأوامر والخطوط، لا، بل حتى الألوان، الأبعاد، التخيلات، الرموز، الصور. وهذا يهمنا جدا، وولد فكرة الخريطة الذهنية والعوامل التي تساعد على فاعلية هذه الخرائط الذهنية. لاحظ معي صفحة 101، عندي مستطيل أخضر وبداخله مجموعة من المستطيلات الصغيرة البيضاء. هل يمكن إدخال الدوائر الخضراء داخل المستطيل الأخضر الذي مشغول بالمربعات البيضاء؟ الجواب لا تماما، لأن المكان غير مهيأ لاستقبالها. تماما هذا الذي نفعله حينما ندخل معلومات بطريقة العقل غير مهيأ لاستقبالها. إذن نحتاج أن يكون في طريقة، في أسلوب يجعل الدماغ أو العقل يستقبل هذه المعلومات ويحتفظ بها مهما كانت هذه المعلومات متكاثرة. شوف يا أخي، العقل سبحان الله، يعني ما أقول مثل الكمبيوتر، بل هو أعظم شأنا من الكمبيوتر. كما أن في الكمبيوتر ملفات، أيضا في العقل ملفات، في الذاكرة ملفات، ملفات صور، ملفات حركة، ملفات أسماء، ملفات أشكال، ملفات ألوان، ملفات مشاعر وعواطف ومواقف، كلها موجودة هذه الملفات. لكن حينما تكون المعلومات أو الأشياء المدخلات التي تدخل بتنظيم وترتيب إلى هذه الملفات، يسهل الرجوع إليها واستذكارها. وحينما لا يكون هناك أي نوع من التنظيم والترتيب لإدخال هذه المعلومات واستقبالها، ستكون مبعثرة متناثرة قد لا يمكن للإنسان أن يصل إليها، تماما مثل المكتبة. لو كان كل واحد جاء كتاب، اشترى كتاب، أخذ كتاب، حصل على كتاب، وقام بإعادته في مكانه المخصص له، في الرف المخصص له، والله هذا الرف خاص بعلم الاجتماع، هذا الرف خاص بالشريعة، هذا الرف خاص بالتاريخ، هذا الرف خاص بالمعلومات العامة، هذا الرف خاص بالطب أو المعلومات الطبية،
يسهل عليه الوصول لهذا الكتاب والحصول عليه مرة أخرى، بخلاف ما لو يكون الإنسان منظما ومرتبا ومصنفا لهذه الأمور. كل دماغ بشري له نظامه الفريد من الروابط التي يقيمها، من الروابط التي يقيمها لتذكر الأشياء، الصور، الألوان، الأقوال، الأفعال، السلوكيات، الحركات، الأشخاص، له طريقة لتذكر هذه المعلومات والربط معها. سأعرض لكم الآن صورة هي ممثلة لفكرة الخريطة الذهنية، هذه واحدة وهذه الثانية. خلونا ننظر إلى هذه الثانية. إذا لاحظ معي أخي الفاضل وفقك الله، عنوان كبير وين يكون مكانه؟ في منتصف الصفحة، يعني تكون هناك. لا موجودة يا أخي، موجود الصورة. لا ما هي موجودة الصورة، الصورة في تشبيه لها. صفحة 105، صفحة 105 في تشبيه بين الخريطة الذهنية وبين الخلية العصبية، في إشارة إلى أن هنالك تشابه بين شكل الخريطة الذهنية وبين الخلية العصبية. هذا الصفحة 105 وهو نشاط، يقول لك تأمل في الصورتين واستنتج إيش هي الأوجه الشبه بين الصورتين. طيب إذا نحن بنستخدم أسلوب الخريطة الذهنية الذي يتوافق مع شكل الخلية العصبية، وبالتالي حيكون التعلم أكثر إيجابية وفاعلية. إذا نحن نعمل بمثل عمل الدماغ ونشتغل كما يشتغل الدماغ. طيب كيف نرسم الخريطة الذهنية؟ كيف نرسم الخريطة الذهنية؟ أول شيء نحضر ورقة على شكل مستطيل غير مسطرة، ورقة بيضاء مستطيلة غير مسطرة وتكون بالعرض وليس بالطول. جميل. في المنتصف، في منتصف الورقة نكتب عنوان الرئيسية، العنوان الرئيسي، الفكرة الرئيسية. زي هنا العنوان الرئيسي عندنا هو إيش؟ العنوان الرئيسي، هاي يا شباب، العنوان الرئيسي هو السعادة. العنوان الرئيسي السعادة. ثم نفرع من العنوان الرئيسي عناوين أخرى تتعلق بالسعادة، يعني مصدر السعادة، تقوى الله، الصحة، الرياضة، الصلاة، الرزق الحلال، الأبناء، اجتناب المعاصي، كل هذه أسباب السعادة. يعني هذا مثال من الصورة التي أمامكم. في كثير يا أخي، يعني مثلا ممكن أنا أجيب لك أحكام النون الساكنة والتنوين مثلا في النص، أحكام النون الساكنة والتنوين، وأفرع منها تفريع، أقول مثلا الإظهار، بعدين تفريعة أخرى الإدغام، تفريعة أخرى الإقلاب، تفريعة رابعة الإخفاء. ثم أتي مثلا إلى الإدغام وأفرع منه تفريعتين، إدغام بغنة، إدغام بغير غنة. إدغام بغنة أفرع منه تفريعة اللي هو أكتب كلمة ينمو، وهي الأحرف المتعلقة بإدغام بغنة، الياء والنون والميم والواو. إذا لاحظ أنا ممكن أرسم خريطة ذهنية لأي موضوع، أي موضوع أنا أريد أن أفكر فيه يمكن أن أرسم له خريطة ذهنية. عجبني جدا، دخلت مرة كذا في أحد المواقع فوجدت هناك من عمل خريطة ذهنية لصورة الكهف، خريطة ذهنية لموضوعات صورة الكهف، الموضوعات الرئيسية في صورة الكهف. بإمكانكم الرجوع إليها والاستفادة منها، حقيقة جدا رائعة وجدا جميلة. إذا خريطة ذهنية أبغى أرسمها، ورقة بيضاء مستطيلة لا سطور فيها، لأن الأسطر هذه والخطوط المسطرة تحد التفكير. أيضا يكون هناك عنوان مركزي في المنتصف، صح ولا مو صح؟ هذا مو من أسباب السعادة يا مصلط، إنه ما يكون عليك ديون؟ بالعكس، الديون من الهموم اللي على القلب، الله يفرجها. طيب
إذا عنوان في المنتصف، عنوان في المنتصف يكون عنوان كبير، ثم يتفرع منه عناوين فرعية، يتفرع منه عناوين فرعية متعلقة بالعنوان الرئيسي، إما مكونات أو أسباب أو حالات وهكذا. العنوان الفرعي لاحظوا هل هو مكتوب فوق الرابط ولا تحت الرابط؟ السؤال. ها شباب، العبارة فين مكتوبة؟ فوق الخط ولا تحت الخط؟ مثلا الرزق الحلال، اي فوق. اذا لاحظوا في رسم الخرائط الذهنية ان تكون الكتابة فوق الرابط، فوق الخط، ما تكون تحت. شوف مثلا في الرياضة المشي، التفريعات كلها تجدونها الكتابة فوق الخط. تلاحظون أيضا أن التفريعات الرئيسية الخارجة من المركز الرئيسي أنها مثخنة، ثخينة، محبرة، وهذا أدعى لتقوية الرابط في الذهن، يكون الشكل أكبر، شكل الرابط هنا أكبر في الرسمة، وبالتالي يكون الرابط في الذهن أكبر بإذن الله عز وجل، وبالتالي التصاقه في الذهن أكثر. أيضا نلاحظ استخدام الألوان المختلفة، استخدام الألوان المختلفة، وإحنا ذكرنا أن الدماغ أو العقل أيضا يحلل ويستوعب ويستقبل هذه الألوان وتستقر في الذهن. أيهما أسهل عليك؟ لو جاءتك مثلا 3-4 صفحات موجود فيها أسباب السعادة منثورة ومكتوبة مسرودة، ولا تجيك مثل هذه الورقة، ورقة واحدة ومرسوم فيها هذا الشكل، أيهما سيكون احتفاظك بالمعلومات بشكل أكبر؟ لا شك مثل هذا. طبعا هو عبارة عن تلخيص، أنت بهذه الطريقة تقوم بتلخيص، تلخيص كتاب، تلخيص فصل، تلخيص وحدة، تلخيص موضوع، يمكن أن يكون من خلال هذه الخريطة الذهنية التي تساهم في الاختصار، السهولة، تسلية، تنظيم، وفيها سرعة، وفيها تركيز أيضا في هذه المعلومات. طيب، أنا أتمنى كذا أن احنا يعني أعطينا صورة مركزة جدا حول ماذا نعني بالخريطة الذهنية، وكيف نرسم الخريطة الذهنية، وما هي مميزات الخريطة الذهنية. قلنا فيها اختصار، فيها سهولة، فيها تسلية، فيها تنظيم للمعلومات، فيها سرعة وتركيز أيضا، وهذه الخصائص موجودة صفحة 103. هل هاتين النقطتين أو الثلاث نقاط، إيش هي الخريطة الذهنية؟ كيف نرسم خريطة ذهنية؟ إيش فوائدها ومميزاتها بالنسبة لنا؟ واضحة ولا في هناك استشكال وسؤال؟ طيب، جميل جدا. طيب الآن نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما ذكر فيه خير وفائدة وبركة، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم ونعم المولى ونعم النصير. وإذا كان هنالك أسئلة قبل أن نختم المحاضرة ونسجلها، فكل أذن صاغية لكم، تفضلوا إخواني. وأنتم أيضا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ووفقكم ويسر أموركم بإذنه سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، ونلتقي على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء جديد آخر يوم همصلة يوم إيش؟ يوم الأحد. بارك الله فيكم، نلتقيكم إن شاء الله الأحد الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.